فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وجلس حوله أصحابه كعادتهم حينما يتلقون منه التوجيهات. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سألهم كيف يكونون، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبرهم أنه إنما يخاف عليهم زهرة الدنيا إذا فتحت عليهم، وأنه لا يخشى عليهم الفقر، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالأرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكل مقدر له رزقه لا يموت حتى يستوفيه كأجله كما في الحديث. فهو لا يخاف عليهم الفقر لأن الله تكفل بأرزاقهم. وأيضا الفقر لا يحمل على البطر والكبر والإفساد في الأرض. الفقر يسكن الإنسان ولا يحمله على الصفات الذميمة، بخلاف الغنى فإنه يحمل الإنسان على الأشر والبطر والشهوات المحرمة. هذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم، في أن الغنى فيه شر وفيه خوف على صاحبه.